تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل الأخبار. مشهد اليوم ينفتح على العراق التي شهدت بالأمس موافقة مجلس النواب العراقي على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي بعد عدة أشهر من الجمود السياسي. تأتي هذه الموافقة في ظل صراع كبير تشهده المنطقة ويشهده العالم، وأتى كطوق إنقاذ للعراق في هذا التوقيت الحساس من تاريخه. تعهد الكاظمي بعد موافقة مجلس النواب على حكومته بأن يرعى السلم والأمن في البلاد، وأن تكون هناك مجموعة من الأولويات لحكومته بنزع السلاح وقصره على الدولة والانتقام للمتظاهرين الذين قتلوا أثناء الانتفاضة الشعبية في العراق، وتعهد بمجموعة من الإصلاحات التي ستعود على الشعب وعلى العراق بالخير خلال الفترة القادمة. هل يصدق الكاظمي، وهل هناك تحديات ستواجهه خلال الفترة القادمة، وما هي تداعيات الموافقة على حكومته خلال الفترة القادمة، وكيف سيقود هذه الفترة الحرجة من تاريخ بلاده، خاصة بعد ما سمعناه بالأمس من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ سحب قواتها من منطقة الخليج، لأنها حسب ادعائها أن إيران لم تعد مهددة للأمن القومي الأمريكي في هذه المنطقة. حول هذا الموضوع ستتمحور هذه الحلقة من برنامج المشهد، والتي يشرفنا فيها الأستاذ الدكتور عبد الكريم الوزان، الكاتب والمحلل السياسي العراقي. مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا بمتابعة هذا التقرير حول هذا الموضوع، نعود بعده لبدء الحوار والمناقشة حول نفس الموضوع، فكونوا معنا. بعد 5 أشهر من الفراغ الذي غطته حكومة تصريف أعمال، صوت البرلمان العراقي على حكومة جديدة سترث اقتصادا مأزوما وعلاقات دبلوماسية في أدنى مستوياتها، وخطر تجدد الاحتجاجات الشعبية في مواجهة سياسة تقشف لا مفر منها. وأمام مجلس النواب العراقي أدى رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي البالغ من العمر 53 عاما، الذي يملك علاقات مع واشنطن كما تهران، أدى اليمين الدستورية مع وزرائه. سيتعين على الحكومة الجديدة العمل على طمأنة العراقيين الذين يرزحون بين البطالة والفقر من جهة، وتدخلات إيران في الشأن العراقي من جهة أخرى. كما ستحاول الحكومة الجديدة إعادة التواصل مع الطبقة السياسية الأكثر انقساما خلال السنوات الماضية. وكان الكاظمي ثالث محاولة لاستبدال عادل عبد المهدي وإخراج البلاد من مرحلة ركود سياسي عمقتها بوادر أزمة اقتصادية في ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك، بعد محاولات فاشلة. رئيس جهاز المخابرات العراقية كان مطروحا منذ استقالة حكومة عبد المهدي في ديسمبر الماضي، وحتى قبل ذلك، بديلا لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عام 2018، لكن عوامل عدة حالت حينها دون نيله التوافق، خصوصا مع وصفه من بعض الأطراف الشيعية على أنه رجل الولايات المتحدة في العراق. وبحسب مراقبين يملك الكاظمي علاقة متينة مع الولايات المتحدة عززها التعاون خلال مرحلة قتال تنظيم داعش الإرهابية، وتواصل قوي مع إيران، وعلاقة أكثر من جيدة مع دول الجوار.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بضيف هذه الحلقة الدكتور عبد الكريم الوزان، الكاتب والمحلل السياسي العراقي. مرحبا بك، وكيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ هل كانت متوقعة أم كانت مفاجئة موافقة مجلس النواب على حكومة القاضي؟ لا، هو في حقيقة الأمر كانت مفاجئة، لم تكن متوقعة، حتى أن الضوء الأخضر الدولي جاء سريعا لحكومة السيد الكاظمي ولولاية السيد الكاظمي. السنة والأكراد كانوا في مقدمة المرحبين بحكومة السيد الكاظمي، وهذا يعني أمر كان سريع ومفاجئ. وتجد أن أمريكا وبريطانيا وكندا والكويت ودول أخرى رحبت، حتى ممثلة مجلس الأمن كانت حاضرة، وهذا يثير الاستغراب في وقت المتظاهرون يملؤون الساحات ويرفضون، يعلنون رفضهم للسيد الكاظمي قبل توليه وبعد توليه حتى هذه الساعة. وهذا الأمر طبعا يقول لماذا هذا الترحيب الدولي بوجهة نظرك؟ يعني نعم، أنا في تصوري أن أمريكا ستستثمر السيد الكاظمي لتنفيذ أجندتها في العراق، وأول هذه الأجندة حل الميليشيات بدءا بنزع أسلحتها، لا سيما وأن الكاظمي لديه خلاف مع الميليشيات، وخاصة ميليشيا حزب الله التي اتهمته بتدبير مقتل المهندس وسليماني والخلاف على أشده، وهناك خلاف كبير غير مرئي ما بين الميليشيات وما بين الكاظمي، والكاظمي لن ينسى هذا الثأر من حزب الله. هل لك أن تطلعنا على خلفيته السياسية والتاريخية مصطفى الكاظمي؟ نعم، نعم. السيد الكاظمي في حقيقة هو من أصول نحن نقول فويلية، يعني بمعنى ترجع أصوله إلى الأكراد الإيرانيين، وهذا والرجل حاصل على بكالوريوس من أحد الكليات الأهلية بمعدل مقبول في القانون، وفي عام 2010 حصل على البكالوريوس. كان في بداية الاحتلال وقبل الاحتلال الأمريكي للعراق كان مسؤول عن ملف الإدانات وملف الوثائق التي سجلت ضد النظام قبل 2003 والتي كان يقدمها لأمريكا. الرجل ليس لديه اختلاطات سوى الاختلاطات الدولية والمخابراتية بحكم مهنته، والتي سيوظفها أو استطاع الاستفادة من هذه العلاقات مع الدول وخاصة أمريكا في الحصول على منصب رئيس الوزراء. هو بعيد عن الأحزاب والميليشيات، لديه استقلالية، يعني غير منضوي إلى حزب أو ميليشيا، وعمل هو دائما لديه نزعة أمريكية أكثر من النزعة الإيرانية. طيب، إذن هل هذا جيد أم هذا يعني غير جيد؟ عدم يعني استقلاليته هذا شيء جيد، ولكن يعني ارتباطه بالشأن الأمريكي وبالإدارة الأمريكية هل هذا يعيبه، خاصة أن يعني المنطقة كلها يعني الأنظمة في المنطقة كلها لديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذه حسنة له، خاصة وأنه لا يمتلك غير جنسيته العراقية عكس رؤساء الحكومات الذين سبقوه كانت لديهم جنسيات مزدوجة أجنبية. الحسنات التي في تصورنا سيحصل عليها أبناء الشعب من الكاظمي أنه سيقوم بنزع السلاح بالقوة مستفيدا من الدعم الأمريكي له. أمريكا أصلا
منذ فترة وهي تعد سيناريوهات مختلفة من أجل تغيير النظام في العراق حسب أجندتها. الآن الكاظمي جاء بشخصه كرئيس للحكومة وله حق طلب المساعدات الدولية والتدخل الدولي كون رئيس حكومة، فسيكون من خلال طلب الدعم من أمريكا، من بريطانيا، وأمريكا وبريطانيا يعني من الأعضاء الخمس في مجلس الأمن والدول الفاعلة والدول التي قادت الغزو على العراق عام 2003. فإذا ما قالت أمريكا وبريطانيا بمعنى قال مجلس الأمن، وبهذا فإن التغيير سيكون من خلال الكاظمي. هو يعي جيدا أن الأنظمة العربية والإسلامية تتعرض إلى تغيير وزوال، في حين الأنظمة الأوروبية تتمتع بوقت طويل. يعني هو يضع مصلحته مع أمريكا لا مع إيران. طيب، بمناسبة ذكر إيران، رأينا الآن بالأمس تطورات خطيرة. الولايات المتحدة أعلنت أنها في طريقها لسحب بطاريات باتريوت من السعودية، وهي في طريقها أيضا لسحب قوات من أساطيلها في الخليج العربي، تقليلها إلى الحد الأدنى. في التوقيت نفسه رأينا صفقة لتبادل الأسرى مع إيران، صفقة تحتية يقال إنها ستفضي إلى تبادل أسرى على مستوى كبير من الأهمية بين البلدين. هل بوجهة نظرك توقيت اختيار الكاظمي وإطلاقه على سدة الساحة العراقية له علاقة بكل هذه التطورات؟ هل توصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى توافق ما مع إيران في المنطقة تحديدا وفي العراق؟ القنوات المخابراتية أكثر من الدبلوماسية، القنوات المخابراتية ما بين أمريكا وإيران تعمل على الدوام. ولذلك نحن لا نتلقى سوى الفضلات الإعلامية إذا صح التعبير، التي يراد منها تمشية الحال وفق البروباغاندا الأمريكية في المنطقة. ما تقوم به أمريكا من تحركات كلها مناورات وكلها عمليات من أجل تنفيذ الأجندة الرئيسية. هي لديها في العراق قواعد كبرى، هذه القواعد عبارة عن دول صغرى، وفي مقدمتها قاعدة عين الأسد، ولديها اتفاق وتحالف دولي، وأدخلت الكثير من المعدات إلى قاعدة عين الأسد وإلى قاعدة التاجي في بغداد. فهي انسحبت وإن أرسلت وإن أعادت هذه أنشطة تستغرق أيام معدودة، ولكن السيناريو الأساسي هو في العراق، وهذه مجرد مناورات للتغطية على تحركات سياسية، بمعنى أن أمريكا عازمة على التغيير وعازمة على تغيير النظام في إيران بعد أن انتفت الحاجة إلى وجوده، حيث أن المصلحة الأمريكية تتطلب الآن تغيير الوجوه وتغيير الأنظمة. ولذلك ولكن فيما يبدو يعني أنها غير ناجحة، يعني إذا كان هذا سعيها الأساسي فهي لم تنجح على مدار يعني على الأقل العشر سنوات الأخيرة. هي دائما ما راهنت على خضوع إيران اقتصاديا، وهذا لم يحدث. حتى خلال أزمة كورونا توقع الجميع أن ينهار النظام نتيجة هذه الأزمة الجائحة وانهيار أسعار البترول في العالم، ولكن هذا فيما يبدو لم يحدث. أمريكا لديها تجارب كثيرة في عمليات الغزو والاحتلال وتغيير الأنظمة، وهي تعمل وفق تحالفات دولية واستراتيجية بعيدة المدى. ناهيك عن وجود استثناءات عصفت بالسياسة الأمريكية، منها ما تعرض له ترامب من مساءلة، ومنها قيام مجلس الشيوخ بمحاولة تحجيم ترامب في إعلان حرب ضد إيران، وفي نفس الوقت الانتخابات الأمريكية القادمة التي تحاول إيران
استغلالها لإفشال ترامب. لذلك ترامب يعمل بنصائح. هل المشكلة في شخص أم في نظام أمام نظام؟ يعني هل المشكلة بالنسبة لإيران؟ وجدنا كل الرؤساء، يعني جورج بوش، باراك أوباما، دونالد ترامب، وحتى إذا أتى جو بايدن، الولايات المتحدة الأمريكية هم يعني هي لديها خطوط عريضة لا يحيد عنها يعني الرؤساء المتتاليون، ولكن ويبدو أن إيران داخل هذه الخطوط العريضة. نعم، يعني ليس المشكلة في ترامب. لا، المشكلة ليس في ترامب. يعني معروف أن في أمريكا حزب ديمقراطي وحزب جمهوري ومجلس شيوخ وكونغرس ومؤسسات دولة ولوبي صهيوني كبير قابض هناك خلف كل ذلك. هذه ربما تجدها في بعض الأنظمة العربية أو الإسلامية، وأيضا بدأت تضمحل. الآن النظام هو الذي يوجه، والثقل الدولي هو الذي يوجه، فالمشكلة ليس في ترامب، ولكن ترامب هو من يتزعم ويؤجج ويؤشر ويحاول أن يأخذ بالسياسة باتجاهات يعطيها مديات أسرع من الوقت المقرر وأكثر يمينية. بالضبط، وأكثر يمينية، لأن ترامب رئيس له عقلية معينة تختلف عن بقية الرؤساء. نحن لا يعنينا ترامب أو بوش، النظام واحد والاستغلال واحد والاستعمار واحد، ولكن هذا ما موجود على الساحة الآن. فلذلك ترامب يلجأ إلى إسرائيل لتنفيذ مخططات كثيرة، ويلجأ إلى بريطانيا للحيلولة دون إفشال في الانتخابات الأمريكية القادمة التي تراهن عليها إيران، وهذا من أسباب المماطلة. ويلجأ أيضا إلى المنطقة العربية، يعني بلا شك. هو يعني من أهم عناصر نجاحه هو البترول، والذي تحدث مع مثلا الدول العربية المنتجة يعني الدول الكبرى المنتجة للبترول، وساهمت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية في إعادة الاستقرار إلى أسعار النفط في العالم لصالح الولايات المتحدة ولصالح أيضا إدارة ترامب. وللأسف الكلام فقط من ترامب والمال وأموال السلاح والأرض والأرواح كلها من العرب، والكلام فقط والتوجيه من ترامب، وهذه مآرب استعمارية اعتمدت على عناصر التكنولوجيا وعلى عناصر القوة وعلى عناصر التحالفات الدولية وامتلاك المؤسسات الإعلامية الكبرى التي جعلت هناك بون واسع كبير ما بين العرب وما بين أمريكا، أو ما بين الدول الإسلامية وما بين أمريكا، وما بين الدول النامية وما بين أمريكا. كل ما يجري سيجري على أرض عربية من خطط وتنفيذ وبدماء عربية، ولذلك هذه الحرب في النيابة. الآن لو نظرت إلى العراق، الميليشيات هي ميليشيات ولكنها في النتيجة هي عراقية، الأرض عراقية، الأموال والبترول وكل شيء يخرج من العراق هو عراقي. السلاح فقط يأتي بأموالنا ونقتل به بعضنا البعض تحت مسميات وأسباب مختلفة ووفقا لقاعدة عدو عدوي صديقي حتى وإن كان أخي ابن أمي وأبي. فالعملية هي عملية مدروسة، ويبدو أن الاستعمار. بماذا تفسر ذلك؟ كنت أسألك قبل بداية هذه الحلقة، يعني العراق الدولة الكبيرة التي لا تفتقد أي نوع من أنواع الإمكانيات، وفي مقدمتها الإمكانيات البشرية، كل هذا التاريخ وكل هذا التراث وكل هذه الثقافة الكبيرة التي أثرت في الحضارة العالمية وما زالت، لا تستطيع أن يعني تفرز نخبة سياسية مستقلة كل انتمائها للبلاد وللبلاد فقط لقيادتها إلى مستقبل دعنا نقول أكثر طموحا مما نحن فيه. كيف تفسر ذلك؟ أفسر ذلك بأن في العراق كما تفضلت كل شيء، وهو ولود بالطاقات والإمكانيات،
لكن هذه الطاقات والإمكانيات الآن لم تجد لها مكانا على الأرض بسبب الهيمنة الإيرانية والميليشياوية والأجندات المذهبية. طيب قبل الهيمنة الإيرانية، يعني دعنا نقول أن العامل الرئيسي الذي ساعد الولايات المتحدة الأمريكية على إسقاط الاتحاد السوفيتي القديم وما أدراك ما الاتحاد السوفيتي، هو من داخل الاتحاد السوفيتي وبعناصر سوفيتية، لماذا لا نستفيد من هذه التجربة؟ يعني قبل أن نتحدث عن إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أنا سألتك بشكل مباشر، أين العراقيون؟ أين النخبة المثقفة الحكيمة المنتمية إلى البلاد، والبلاد فقط التي تستطيع يعني أن تخرج البلاد من أزمتها الحالية؟ دائما ما نلقي بالتبع على نظرية المؤامرة. أنا أجبتك أيضا بشكل مباشر وسريع وقلت لك هي ليست نظرية مؤامرة، ميليشيات تمتلك السلاح وتمتلك آلة القتل، وأختيل لنا آلاف العلماء والطيارين والضباط خلال غزو العراق عام 2003. ما يبقى في العراق إذا أختيل كل هذا العدد من الطاقات الكبيرة، كيف يعملون؟ الآن تجد هذه الطاقات الكبيرة موجودة في دول شتى، ومن موجود في الداخل تجده صامت لأنه سيقتل أو سيتعرض لأي وسيلة إخفاء قسرية. الموضوع واضح. يعني إذن هو تفجير من الداخل. من الداخل. يعني الأجواء المشكلة نفسها كلها من الداخل. والداخل نحن من أعطينا الفرصة للعدو، وجاء العدو ليدخل إلى العراق واستغل علينا ثغرات، وبالنتيجة فإن الآن العراق يملك طاقات كبيرة ولكنها صامتة خائفة تقتل. إذا نفس المثل الذي قلته أنت، عدوي صديقي حتى ولو كان أخي. يعني فيما يبدو أنه ليس هناك لغة حوار، ليس هناك مكان للسياسة في الداخل العراقي، ودعنا نقول العربي، يعني في اليمن، في سوريا، في ليبيا، ليس هناك من نقاط سياسية، غابت السياسة فتغلبت الحرب. طيب دعنا نذهب إلى بغداد والمحلل السياسي من هناك السيد باسل الكاظمي. مرحبا بك سيد باسل، وكيف قرأت يعني عمليات منح الثقة لحكومة الكاظمي بالأمس؟ هل أنتم متفائلون في العراق أم أن هناك تحفظات؟ تحية طيبة لكم ولقناتكم الموقرة وللسادة المشاهدين. سيد العزيز، السيد الكاظمي قد منح الثقة وهو والكابينة الوزارية، ولكن العنصر الأساسي والمهم ليس بهذا الجانب. العنصر الأساسي والمهم هل القوى السياسية سوف تمتلك ثقافة الاعتراف ولمرة واحدة ولا تقيد رئيس مجلس الوزراء وتتدخل بالصغيرة والكبيرة، أم سوف تبقى نفس سياستها التي تعاملت بها على مدى 17 سنة؟ هنا العنصر المهم وهنا الجانب الأساسي، لكون القوى السياسية مهما رئيس الوزراء يحقق إنجازات، مهما يكون هنالك الكثير من المسائل الإيجابية، لا يمكن أن تترجم على أرض الواقع. طيب أهم هذه القوى السياسية وأهم هذه التيارات التي تتوقع أن تناوي رئيس الوزراء خلال المرحلة الحالية؟ لا سيد العزيز، إذا تلاحظت هذه الأطراف والقوى السياسية بأن سياسة السيد مصطفى الكاظمي لا تصب بمصلحتهم ومصلحة أحزابهم والمحاصصة والتحزبية، والبعض منهم يعملون لأجل الأجندات الخارجية عبارة عن موظفين إلى السفارات، فبمعناها مهما أن يكون قوة ومهنية السيد الكاظمي لا يمكن تحقيق إنجازات، لكون السيد الكاظمي لا يمتلك عصا سحرية حتى يغير تراكمات على مدى 17 سنة. هذا جانب آخر. الجانب الأساسي والمهم، هنالك ملفات كثيرة تحدث بها السيد الكاظمي، لكن
ترجمتها على أرض الواقع وتحقيقها بفتح هذه الملفات لا يمكن فتحها إلا بمسألة واحدة، إذا بدأت تبرئ من القوى السياسية اتجاه هذه الملفات حتى لا يتدخلوا بهذه المسائل، لكون الفساد الإداري والمالي والمحسوبية والمحاصصة خرجت من رحم هذه الأطراف التي حكمت العراق على مدى 17 سنة. هذا جانب آخر. نعدنا إلى الجانب التدخلات الخارجية. التدخلات الخارجية لم تأتي من فراغ، أتت بأنه القوى السياسية هي من جعلت الحاضنة وهي من جعلت الأرضية مهيئة التي جعلت هذه الدولة وتلك الدولة تضع قدم في العراق. فالآن نحن نقول الكرة ليس بملعب الجانب التنفيذي، الكرة بملعب الأحزاب والكتل السياسية، هي التي بإمكانها أن تغير بوصلة العملية السياسية لكي بأنه نعبر هذه المطبات، وبإمكانها أن تضع مطبات أمام يعني رئيس. طيب دعنا ندخل في تفاصيل، دعنا ندخل في تفاصيل أكثر. هو تحدث عن إجراء انتخابات، ولكن قبل هذه الانتخابات يجب أن تمهد الساحة بحصر السلاح فقط في يد الدولة. بوجهة نظرك هل ستوافق هذه التيارات السياسية، ومن هي القوى التي سيسحب منها السلاح؟ هل سمعنا الآن يعني الحشد الشعبي هو منضوي تحت راية الجيش العراقي، من هي التيارات التي سيسحب منها السلاح، وما هي التحديات في هذا في هذه النقطة؟ تفضل. هل سمعتني؟ أي نعم سيد العزيز، حسب ما سمعت من جنابكم وكلامكم. السلاح كل رئيس وزراء هو يطمح بأن يحقق إنجازات ويكون القانون ويكون حصر السلاح بيد الدولة بعيدا عن المجاميع الخارجية وبعيدا عن السلاح المنفرط، ولكن العنصر الأساسي نحن الآن نوعا ما نستبعد بإمكان بأنه حصر السلاح بيد الدولة، لكون السلاح هو بيد الأحزاب الكبيرة، المجاميع المسلحة هي تابعة إلى الأحزاب الكبيرة المسيطرة على العملية السياسية. فمن هذا المنطلق قلتها قبل قليل، القوى السياسية إذا بأنه تبرأت من السلاح المنفرط وتبرأت من المجاميع المسلحة بإمكان رئيس الوزراء بأنه يحقق إنجاز، أما إذا بقيت هذه الأطراف تدافع عن السلاح المنفرط تدافع عن هذه المسميات لا يمكن بأنه نحصل السلاح بيد الدولة. نعدنا قليلا إلى الوراء، لماذا تم رفض السيد محمد توفيق علاوي وتم رفض السيد الزرفي؟ لكون هذه الأطراف التي تمتلك السلاح وهي الأحزاب الكبيرة بأنها أرادت أن تحصل على ضمانات، لكون سر وجودهم هو ليس لغة الحوار والسياسة المعترف بها عالميا والجلوس على طاولة واحدة، لا، بأنهم يتعاملون بسياسة القوة، يتعاملون بسياسة التهديدات والتصعيدات وهذه المسميات. جنابكم على الطلاع والسادة المشاهدين، لاحظنا في كثير من الحكومات رئيس الوزراء وهو القائد العام قوات المسلحة يصرح بتصريحات بأنه عدم بأن يكون العراق حلب الصراعات، عدم هذه المسميات. نلاحظ بالجانب الآخر السلاح المنفرط والمجاميع المسلحة خارج سيطرة الدولة تبدأ بالتصعيدات وبالتهديدات وبالقصف بعض السفارات وإلى آخره. نحن أمامنا خيارين، أما بأنه نكون لدينا نظام دولة حقيقية وأما أن يكون لدينا نظام لا دولة. هذه المسألة متعلقة وعلى شماعة القوى السياسية. عدنا من جديد ونتحدث، صدقني وأنا أقول كلمة إلى التاريخ. لا، هناك خيار، يعني هناك خيار ثالث، يعني دولة أو لا دولة أو عودة أنظمة ديكتاتورية تلملم الأمور حتى لو على يعني لو في غير صالح العملية السياسية أو أحببت أن أطرح هذه المسألة. الخيار الثالث لو يأتي الآن رئيس وزراء منزل من السماء، ملائكة تنزله من السماء، لا يمكن أن يحقق إنجاز
إلا إذا بأنه تغير النظام ديكتاتوري ويعود النظام كما كان في السابق، حتى بإمكانه أن يكون القانون والدولة وفرض سيطرة الدولة وفرض القانون فوق جميع المسميات، لكون البعض نقول أو الأغلبية من الطبقة السياسية لحد هذه اللحظة تعيش في دوامة أو في عقلية المعارضة. هل هذا بوجهة نظرك أصلح للعراق أن يأتي ديكتاتور ما ويسيطر على زمام الأمور ويلملم البلاد حتى بأي طريقة ويغيب الشعب ومؤسساته ويعود حكم الفرد كما كان في عهد صدام حسين؟ هذا بسبب التراكمات التي حدثت على مدى 17 سنة، لكون هنالك سيد العزيز أعطينا 4 محافظات، أعطينا خزينة هددت بالإفلاس، أعطينا قوافل من الشهداء والجرحى بسبب الطائفية وغيرها. القوى السياسية هل حدث إليها صحوة الضمير؟ لم تحدث هذه المسألة. فعندما لم تحدث هذه المسألة يجب أن نلجأ إلى خيار، وهو أصعب الخيارات، بأن نأتي بهذا النظام حتى يغير هذه الوجوه الكالحة. هذه الوجوه الكالحة ما دام بأن نتعامل معها وهل سيكون الوجه الذي ستستبدل به هذه الوجوه الكالحة، هل سيكون أبيض؟ هل يحن العراقيون الآن إلى نظام صدام حسين بكل ما له وما عليه؟ لا، العراقيين لا يحنوا إلى نظام صدام، ولكن يحنوا إلى نظام فرض القانون. والقانون يبقى فوق جميع المسميات، لا يبقى فوق هذه الجهة وتلك المجامع المسلحة وهذه الأطراف. اليوم للمواطن العراقي صدقني يخاف، لديه في داخلي خوف من المجامع المسلحة، من السلاح المنفرط. الآن لو يخرج أي شخص في التواصل الاجتماعي يتحدث على أي شخصية سياسية، بعدها بساعات يتم خطفه أو اغتياله. لاحظنا ساعات التظاهرات عندما خرجوا بمظاهرات يطالبون بحقوقهم الذي نص عليها القانون والدستور، ماذا لاحظنا من الجانب الآخر؟ لاحظنا بإمكانهم أن يحرقوا العراق أو يقتلوا العراقيين من زاخو إلى الفاو، ولا يمكن أن يحققوا إنجازات إليهم. هذا ماذا يدل؟ هذا يدل بأن هذه الطبقة السياسية تبحث على مصالح الشخصية، لا تبحث عن المواطن العراقي والعراقي يكون على رأس الهرم. فعندما نقول نأتي بمثل هذا النظام حتى ننهي هذه الطبقة السياسية، تنتهي هذه الأطراف، تنتهي هذه المخاصصات، ثم بعدها نذهب إلى انتخابات مبكرة. وهل سيسمح نظام ديكتاتوري بانتخابات مبكرة؟ سيد باسم الكاظمي المحلل السياسي كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. هو يفضل أن يكون هناك نظام شامل خلال فترة ما، بعدها يأمل في أن تكون هناك انتخابات. هل هذا رأيك؟ أنا لم أسمع حقيقة كل ما هو مؤدى كلامه، أن سألته هو يقول أن النخبة السياسية تنظر إلى مصالحها ولا تنظر إلى مصالح البلاد، الصراعات ستظل قائمة، سيعاق مشروع الكاظمي من قبل تيارات ما. سألته هو قال إن البدائل المتاحة لهذا الوضع، هناك عدة بدائل، منها أن يعود نظام، يفضل أن يعود نظام بشكل نظام صدام حسين للملمة الأمور، لأن فيما يبدو أنه ليس هناك توافق سياسي بين التيارات المختلفة. هل توافقه في هذا؟ لا يمكن مقارنة نظام الشهيد الراحل صدام حسين مع أنظمة لملوم جاءت من هنا ومن هناك وضاعت الوطن بغض النظر عن الدكتاتورية. هذا جانب. نظام صدام حسين، وأنا ضمن السؤال لا أخرج عن السؤال، بنى دولة، ونظام صدام
أوقف إيران عند حدها ونظام صدام بنى جسور ولم تكن هنا قاعدة ولم تكن داعش وحمل بوابة الشرقية، ما علينا. ولكن خمس حكومات وتدخل دولي أثبت أن الديمقراطية جديدة على الشعب العراقي. طب هذا ما كنت أريد أن أسأله. نعم. يعني نحن هذه مميزات صدام حسين، ولكن في المقابل نعم، ألم ترى أنه أحد الأسباب للفترة الحالية، ألم ترى أن هذه الديكتاتورية تسببت في عودة العراق إلى منطقة الصفر الديمقراطية إذا كانت أصلا قد قامت فيها ديمقراطية؟ ليس هناك من شخص يعرف معنى السياسة في العراق بعد هذا التجريف لكل الأحزاب، لم يكن هناك غير حزب واحد. كيف تتمنى أن يكون شعب نخبة سياسية من لا شيء؟ هناك أجيال ولدت في ظل هذه الشمولية، يعني ماذا لا تعطي العذر لمراهق السياسة في الفترة الحالية؟ يعني ألا يمكن أن تكون مرحلة؟ هو لم يكن صدام حسين هو سبب ما حصل، وإنما خذلان العرب له، الذين تندموا الآن على إيران ابتلعت اليمن وسوريا ولبنان وما زالت تبتلع وستبتلع الكل طالما بقي الصمت على حاله. دعنا نغادر هذه النقطة أستاذ أشرف، احنا طيب. موضوعنا ليس موضوع المرحوم صدام، احنا موضوعنا الآن على النظام السياسي الحالي. النظام السياسي الحالي، الديمقراطية جديدة على الشعب العراقي. نعم. الشعب العراقي واقع تحت تأثير طائفي مذهبي مجهل بمعنى التجهيل، مؤدلج سيدي العزيز، التجهيل مؤدلج. يعني مثلا كيف تريد أن توحد مجاميع وبعض المجاميع القليلة في زمن الكورونا تذهب لزيارة المراقد المقدسة وتقول هذه المراقد وهؤلاء الأئمة سيقومون بحمايتنا من كورونا؟ كيف تواجه أمريكا مثلا وبريطانيا بهكذا عقلية، مع أنه هناك الكثير من الأغلبية الوطنية المثقفة الواعية الصامتة في العراق؟ أنا وبكل صراحة وأقولها على الهواء، وأنا رجل أستاذ إعلام، الوضع في العراق، الضرورات تبيح المحظورات. نعم نحن بحاجة إلى نظام دكتاتوري، نعم نحن بحاجة إلى كلمة واحدة وصوت واحد، بشرط أن يكون هذا النظام الدكتاتوري يعيد للعراقيين حقهم ويعيد للشعب كرامته ويعيد أمجاد هذا البلد. هذا كوريا دكتاتوري. سؤال في هذا، أين كوريا؟ أين إعلام كوريا؟ أين حتى إعلام الصين؟ الصين ليست لديها حتى قوة ناعمة. الصين فعلا من يعني ستحتل مكان الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا، ولكنها أبدا لن تحتل مكان القوة الناعمة الأمريكية. أين الاتحاد السوفيتي؟ أين ألمانيا الديكتاتورية؟ أين كل هؤلاء الديكتاتوريات؟ لم تتبقى كما قلت أنت قبل الحلقة غير أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التي استمرت. لا. يعني لا. أنت يعني لماذا لا تنظر إلى المرحلة الانتقالية التي مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية والتي هندستها بعد حرب أهلية كبيرة في البلاد بجميع الأعراق وبجميع الاتجاهات وبجميع الإثنيات، ولكن في النهاية كونوا لحمة سياسية خاضت مرحلة انتقالية بالبلاد ووصلت إلى هذه الديمقراطية؟ لماذا دائما نقول إن الدكتاتورية هي الحل؟ الدكتاتورية، أنا قلت الضرورات تبيح المحظورات. أنا ليس مع الدكتاتورية بشكلها المطلق والدائم، أنا أقول الدكتاتورية كمرحلة انتقالية فقط، بمعنى مرحلة انتقالية نقطع أذناب الأذرع الأجنبية. هل الدكتاتورية تكون مرحلة انتقالية؟ هل إذا وصل إلى سدة الحكم دكتاتور هل سيترك الحكم بكل هذه النية الحسنة التي تتحدث عنها؟ نعم، بوجود القوى الدولية ستزيل كما أزالت رؤساء العالم. الدكتاتورية ليست قبيلة أو عشيرة، العالم يتحكم بالرؤساء يا سيدي. لا، يعني العالم يخلص مصالحه مع أي دكتاتور وفي النهاية أحسنت. يعني اتفقنا. طيب يخلص مصالحه مع أي دكتاتور على حساب الشعوب،
يعني 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 هل وأين هي مصالح الشعب العراقي من 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 16 سنة من 2003 لحد الآن؟ أين العالم؟ أين دول العالم؟ أين الديمقراطية؟ أين العراقيون؟ أين النخبة العراقية؟ أين الكوادر الكبيرة؟ أنت تصر على أين؟ أنت شخصيا حضرتك أدعوك غدا لتذهب تصبح مذيع في تلفزيون بغداد وسأرثيك أنا خلال 24 ساعة. يا أخي الكوادر هربت من العراق أو غيبت أو صمتت، ستقتل القوة، البطش هو الأساس. الآن لو حصل حكومة طوارئ وتم الإعاز بعمل حكومة إنقاذ وانتخابات حرة، ستجد في الانتخابات الحرة بمعنى الحرة هناك النخبة العراقية الكبيرة التي ستخرج للعلن. إذن دعنا ننتظر لنرى، على أمل أن تفرز هذه المرحلة نخبة سياسية، نتأمل أن يكون لها برنامج واضح. اللهم آمين. العراق من يعني أزمته الحالية، ونتمنى أن التوفيق على الأقل خلال الفترة القادمة، لنتمنى تغليب العقل ونتمنى التوفيق للسيد الكاظمي خلال الفترة القادمة. لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة غير شكر الدكتور عبد الكريم الوزان الكاتب والمحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك. شكرا موصول لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد، غدا مشهد جديد ينفتح على مكان جديد بفريق عمل جديد وموضوعات جديدة، كونوا دائما مع قناة أنيل الأخضر.